السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه انيميت اني وان، يعني تديله صورة اي شخص 2D، صورة ثابتة، ويبدأ ان هو يحركها لك، ويبدأ ان هو يدرس المفاصل ويدرس الايد فين ويدرس الصوابع ويدرس كل حاجة، الرقبة كل حاجة، ويبدأ ان هو يعمل لك الحركة بتاعتها. الحاجات دي كانت عشان تتعمل كانت بتاخد اسابيع، تقعد تحدث كل نقطة وتبدأ ان تحركها، والحاجات دي كلها كانت بتاخد وقت، لكن الموضوع الان اصبح سهل. الميزة ان المشروع اوبن سورس، فتقدر ان انت تحمله. هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. تمام، ده هنا موجود الورقة، البيبر، الفيديو، الكود، كل الحاجات اللي انت عايزها. ده هو الفيديو اهوت، وحط صورة ثابتة وبدأ ان هو يحركها. تمام، تعالى نشوف الفيديو سريعا. هو عبارة عن ايه؟ ان انت بتديله صورة، هو بيبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يدرسها، وفي بوز معين، حركة معينة، فتقدر ان انت تخليه يرفع الايد فوق، تخليه جنب، كل الحاجات دي بيبقى ملتزم بالتشريح بتاع الجسم، مش هيعمل حاجة تكون صعبة. تمام، اه، ممكن ترفع مثلا شخصية زي ايرون مان وتبدأ تديله حركة معينة يبدأ ان هو يطبقها، او لعيب كورة مثلا تخليه يلعب كونغ فو. طبعا انا مش عايز اقول لك على مدى المصداقيه، يعني الصور دي لو هتحس انها فعلا حاجه حقيقيه، مش برنامج كمبيوتر. تمام، اهو ميسي مثلا هيخليه يلعب ملاكمه ولا بصراحه. ده مجرد اديت الصوره وهو بيبدا يدرس حتى الملابس عامله ازاي، الانسانيه اللي تبقى ماشيه مع الحركه نفسها، بحيث يبقى فيه واقعية في الصورة. تمام، فإن شاء الله يعني موقع لما ينطلق نجربه ونشوفه إن شاء الله. هو سايب لك الروابط بحيث لو أنت عايز تقرأ البحث وتستفاد منه، لو أنت ليك في البرمجة، لو أنت عايز تطبق الموضوع دوت على الجهاز عندك بالشكل دوت. فهو بيشرح لك الفكرة عاملة ازاي، والنظرية دي ورقة بحثية يعني قوية جدا. مجرد صورة ثابتة تقدر تطلع بقى فيديو وتطلع كل الصور اللي انت بتحلم بيها. ممكن تقول له انا عايز بيسقف في كنترول نت، كنترول نت يعني هتديله حركة او بوزيشن معين هو يلتزم بيها او يعملها.